ومن العبر الظاهرة والعظات الباهرة أن يكون هلاك فرعون بنفس ما كان يفتخر به ويتعالى به على الناس، فقد أهلكه الله سبحانه وتعالى بالماء، وهو الذي قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي. وفي ذلك عبرة لأولي الألباب. وهكذا يفعل الله سبحانه وتعالى بالظالمين في كل عصر إذا ما أتوا وتكبروا. فكم من عات مشاقق متعنت على أمر الله سبحانه، متكبر على عباد الله، أمهل الله سبحانه وتعالى له حتى إذا بلغ به الغرور إلى أبعد مدى وخيل إليه أنه ينطح السماء بفوديه ويطأ الجوزاء بنعليه وأن كل شيء ملك يديه، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وأذاقه نكال الدنيا وعذاب الآخرة. وفي بصارع القوم الظالمين عبرة للمعتبرين، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في مواطن متعددة لأجل حياء هذا الشعور في الناس، لأجل تسلية الضعفاء المنكوبين، ولأجل إنذار المتسلطين القاهرين الذين يؤذون عباد الله سبحانه بغير ما أنزل الله تعالى. وما من أحد إلا وله في من سلف من جنسه عبرة. فالله تعالى يقول: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ويقول تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وهذا الامتنان الذي يمتنه الله سبحانه وتعالى هنا على بني إسرائيل المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنظر إلى أنهم امتداد لأولئك الأسلاف الذين نجاهم الله تعالى، فلذلك ذكر تنجيتهم، مع أن شخوص المنجين إنما هي شخوص أسلاف هؤلاء وليست شخوص هؤلاء المخاطبين في عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأهلكنا فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي كان ذلك بمسمع ومرأى منكم على رأي بعض المفسرين. وعلى هذا فالنظر هنا إنما هو بالبصيرة لا بالبصر. وذهب آخرون إلى أن المقصود وأنتم تنظرون أي تنظرون إلى تنجيتكم، بحيث شق لكم البحر فمررتم على أرض يبس كما أراد الله سبحانه، ثم انطبقت الأرض على من وراءكم وأنتم تنظرون. أو تنظرون إلى جثث أولئك الذين هلكوا لأن البحر لفظه ولم يقبل منهم جثة ليكونوا عبرة للمعتبرين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.